لأبنائي أعزائي تحية مرصعة بأزهار ندية، وبين ورودها عطر القوافي أريج من رياض سندسية، سرى بين الجوانح في فؤادي وأفصح عن قصائد عاطفية، وحلق طائرا فوق الروابي يصوب الحب أشعارا شجية، كأني في ربيع العمر أجدو بألحان وأنفاس زكية، بحب الفائقين كتبت شعري شباب المجد والهمم القوية، لأجل عيونكم جئنا جميعا نبارك جهدكم في الثانوية وفي كل المراحل من بلادي، جهود لا تعادلها هدية، نبارك جهدكم ونقول شكرا لأهليكم ذوي القمم العلية، فلولا الجذر ما بسقت غصون وأهل المرء أصل في الهوية، ولولا الوالدان الفاضلان لما كنتم هنا بين الرعية، فشكرا يا كرام الناس شكرا، فقد أعطيتم وبحسن نية، وحان الوقت كي تجنوا ثمارا ثمار الصبر والشيم الرضية، وشكرا للمعلم حين أعطى وربى مخلصا وبلا دنية، يريد الخير لا يرجو سواه، يريد بناتنا مثلا أبية، جزاك الله خيرا يا زميلي، ويوم الحشر جنات هنية، لكل معلمات الحفل أهدي ورود الشعر باقات النبي. وبالعلم يصير المرء سلطان ويعبد ربه حقا
ويلقى منه غبارا به أضحى ابن عباس يفوق القوم تبيانا. ألا بعيد من ننتصر وناخذ منه برهانا؟ ومن للعلم قد عاد فليس يعد إنسان، نشيد به حضارتنا ونطعم منه جوعان، تنادي به شريعتنا ونجعل منه فرقانا، به نادت مصادرها أحاديثا وقرآنا، وأهل الحل والعقد أحالوا العلم ديوانا. أمنك بلادي شهادة ميلادي، دمي ينادي يرد الأعادي، بلادي بلادي بروح افتديني، بعيني وقلبي ضميري وروحي، بفرح بكل جروحي، وأغلى طموحي ما هو كل ليكي، بدمي بدمعي بعز وسرور، بحزني بهمي بشعر وشعور، وكافة أموري أحافظ عليكي، بقدم كفاحي يا كل نجاحي، وشعبي ساندني عليكي عهدني، الكل يرضيكي بعهدي الجديد، طلعلك شهيد ودايما حميد وقلبي حديد، علمك يا غالية بإيدينا رافعينه، اتقطعت الأولى التانية رافعينه، اتقطعوا الاتنين بسناننا جايبينه، يا شعب مصر يا شعب مصر كفاية فرقة وشتات، وشوف فينا كام واحد مات، يا شعب مصر يا شعب مصر كفاية فرقة وشتات، وشوف فينا كام واحد مات، وعشان السبب ده بالذات ارجع خد اخوك بالاحضان، احتف مرة اصرخ وقول المصريين احباب على طول، المصريين احباب. معلش يا طلع على بس كل الدكاترة قالوا خير ما عندهاش ولا اي حاجة ولا حتى محتاجة الدولة، مع اننا عارفين شهر مارس من اوله شوية برد ما يستهلوش، السن برد ما ننساهوش، أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجو، عجزت ياما وتشاف جريد، ده أنت لسه ماسحة الشبكة في إيدي، عجزت فجأة، ده إحنا كل جمعة نبوس إيديكي ونوضب شبكتك وتقولي لا، عجزت فجأة ومالي فضيضتي ليه؟ كانت حاطه بودره، مش كنت زي يا امايا سمرا؟ الدكاتره مش بيقولوا حاجه بينا، وانا قلبي متوقوش وحاسس ان امي فيها عيني، قالوا ما فيهاش شيء تقلق عليك، حجزوها ليه؟ رسمت الضحكه بزياده، رسمت الضحكه